بعد ما بصينا بصه سريعه على البروسيجرز والفانكشنز والانونيمس بلوك والعمليات الاساسيه اللي جواهم، طبعا ما اتكلمناش لسه على الحاجات الداخليه في البروجرامنج زي الاف واللوب والكلام ده، بس ده هيجي واحده واحده. خلاص عايز اتكلم بشكل اساسي على موضوع مهم جدا اسمه الكيرسرز. خلاص ايه فكره الكيرسرز وبتتعامل ازاي وبتشتغل ازاي؟ ده مفهوم مهم جدا جدا جدا. تعال نبص على مفهوم الكيرسر. الكيرسر ده عباره عن ايه؟ بكل بساطه جدا انا عندي طبعا بتكلم على الاكسبلسيت، في امبلسيت كيرسرز وتفاصيل وانواع كتيره مش عايز اخش، انا في نوع واحد بس كده ونفهم ونفهم الفكره منه ويكون واضح. كل فكره يبقى في عندي حاجه اسمها اكتيف سيت. اكتيف سيت دي بتبقى مجموعه من البيانات بناء على جمله سيلكتيف، في معظم الاحيان جبنا بيانات معينه، بيانات قسم معين، بيانات مش عارف ايه، يعني جبنا شويه مجموعه من البيانات. خلاص البيانات دي هيتم عليها عمليات معينه على رو. خلاص هيتم عمليات على رو دي اسمها اكتيف سيت، دي المجموعه كلها على بعضها. لما اجي بتكلم على رو معين، الكرسر بيبقى واقف على رو. الكرسر في الاساس بيبقى دايما واقف على مين؟ على الكرنت رو انت بتتعامل معاه، وبتقوم عامل شويه عمليات برمجيه تشتغل على الرو ده، ينقل يقوم نقل على مين؟ على السجل اللي بعده، ومعايد نفس العمليات البرمجيه على السجل اللي ايه؟ على السجل اللي بعده. دي كانت الفكره بتاعت الكرسر اللي هو واقف على سجل معين من السجلات. اول فكره، اول حاجه بنعملها في الكرسر بنعمله ديكلير. يا ريت نعرف خطوات عشان خطوات طويله شويه. اول حاجه لازم اكريت انيمد سكيول اريا. يعني ايه انيمد سكيول اريا؟ يعني انا عندي جمله سكيول سيلكت هتجيب بيانات معينه، البيانات دي هتتخزن في حاجه زي ما اتفقنا كده كيرسر، حاجه هنسميها ايه؟ كيرسر. فالكيرسر هيشيل ايه؟ هيشيل ناتج التنفيذ بتاع جمله السيلكت دي ويبدا يتعامل معاهم كرو ايه؟ رو. يبقى اول مرحله ان احنا نعمل عمليه ايه؟ ديكلاريشن للكيرسر بتاعه. ماشي. انا مش عارف اصور في نقط عمود، انا مش عارف اروح فين، مش عايز اطلع كده بس مش قادر. احمد ما ينفعش الشاشه دي لو جبناها كده سنه انت المسؤول. خلاص طيب، تاني حاجه بيتعمل له حاجه اسمها اوبن. خلاص يبقى انا بعمل ديكلير. الديكليريشن ده معلش هو احنا قلنا ايه السيكول اري؟ اللي انا بعرف جمله السيلكت اللي انا هشتغل عليها اللي هي بنسميها الاكتف سيت. خلاص وهقول ان الكيرسر ده هيتعامل معاها. طبعا المتغير ده بيبقى متغير عادي، المتغير ده بياخد اسم، بياخد ايه؟ بياخد اسم، مفيش اي مشكله. حلو قوي. بعد ما عرفته هو في حاله في مرحله التعريف، هو ما فتحش داتابيز ولا جاب بيانات ولا اي حاجه. خلاص كده. لكن باجي بعمل له بعد كده بعمل له اوبن. بعمل له ايه؟ اوبن. لما بعمل له اوبن بقى بيروح على الداتابيس فعلا وبيحدد لي الاكتف سيت اللي هيشتغل عليه، بيحدد الاكتف سيت اللي هو هيشتغل ايه؟ اللي هو هيشتغل عليه. خلاص كده؟ طيب. بعد كده بيعمل حاجه اسمها فيتش. فيتش بيسحب اول رو هيشتغل عليه، بيسحب اول رو هيشتغل عليه، بيلود ذا كارنت رو انتو فاريبلز. ممكن يقوم جاي بقى بسحب اول رو واحطه جوه متغيرات وابدا اشتغل على المتغيرات، ده بيجمع، ده بيضرب، ده بيطرح، ده بيضاف، ده بيعمل، واعمل العمليات اللي انا عايز اعملها. خلاص دي بعد ليه؟ قصدك بتسمع بعد كده في الاكتف سيت بتاعتي. طبعا. خلاص طيب، يبقى كده ايه؟ بنفيتش الرو بنشتغل عليه. بعد ما نفيتش الرو بنشتغل عليه ببدا اعمل تيست، هل في اكزيستنج داتا ولا لا، في اكزيستنج رو ولا لا. خلاص يعني لازم اتاكد، عشان لو كان في بيانات هبدا اعيد العمليات دي تاني عليها، لو كان مفيش فخلاص كده يعتبر خلصت الاكتف سيت بتاعتي، صح كده ولا لا؟ طيب فهشوف هنا هو امبتي ولا لا. لو نو مش امبتي يعني مليان، في، طالما في يرجع لمرحله الفيتش بس، يرجع لمرحله مين؟ يفيتش بس الايه؟ الرو اللي بعديه، فيتش الرو الايه اللي بعديه. وبعد ما يفيتش الرو اعمل العمليات اللي انا عايزها واخش اشوف هو بقى كده بقت الاكتف سيت بتاعتي خلصت ولا ما خلصتش. لو نو يرجع ياخد كمان فيتش كمان السوق الرول اللي بعدين، فيتش كمان، فيتش كمان، لغايه ما يخلص كل الروز اللي ايه؟ كل الروز اللي عندي. خلاص كده؟ بعد ما بيخلص كل الروز ديت بيجيب لي، بيقول له امبتي، بيقول لي ايه؟ يعتبر هو امبتي. لما بيقول لي انا امبتي بقى المره دي بضطر اروح على كلوز، واقوم قافل مين؟ قافل الكيرسور دوت واحرر الريسورسز اللي انا كنت مستخدمها او احرر الداتا اللي انا كنت ايه؟ كنت فاتحها. خلاص؟ يبقى انا عندي مراحل معينه بيعدي بيها الكيرسور بتاعي. بيعدي اولا بمرحله الديكلير لازم اعرفه، هنشوف ازاي. وبعد كده لازم اعمل له اوبن قبل ما ابدا استخدمه. انت
هتشوف برضو ازاي. بعد كده ببدا افيتش منه الرو الاولاني واعمل عملياتي عليه واشوف قبل ما قبل ما اوصل للرو الثاني هل كده خلص ولا ما خلصش. لو خلص اعمل ايه؟ لو خلص خلاص اعمل كلوز. لو ما خلصش ارجع فيتش واعمل عمليات وارجع فيتش واعمل عمليات ما ايه في اخر يعمل له ايه كلوز. خلاص كده. طيب بص معايا فكره الكيرسور ده بيبقى قايم على بوينتر في مجموعه من الروز. البوينتر بيبقى بيشاور على الرو الاولاني. لما فيتشو بيحصل ايه بالظبط؟ لما بفيتش الرو من الكيرسور دوت بيطلع بره الكيرسور بالمنظر ده خلاص واشتغل عليه والبوينتر بتاعي يبقى بيشاور على مين؟ على الرو اللي بعديه. خلاص كده لغايه ما توصل للاخر. اكمل لغايه في الاخر خالص اخر رو يطلع والبوينتر يبقى بيشاور على مين؟ على فاضي. تمام البوينتر بيشاور على فاضي وما انا عامل ايه؟ وما عامل كلوز وما انا عامل ايه؟ وما عامل كلوز. فكرتها بسيطه واضحه. خلاص كده. طب بعمل كلوز للايه؟ للكرسي. خلاص حلو قوي الفكره ببساطه ان شاء الله تكون وصلت. طب عايزين بقى نمسك واحده واحده. وريني ازاي اعرف كرسر، وريني ازاي اعمل له اوبن، اعمل فيتش على الرو ازاي، اتاكد ان هو اتقفل وما اتقفلش ازاي. برضه هقول كله في الاخر اطبق لكم مثال عن كل الايه الكرسر اللي احنا شرحناه. خلاص كده. تعال نشوف اول حاجه نعمل ديكليرنج للكرسر ازاي. اما اعمل ديكليرنج للكرسر بتاعي بكتب كلمه كرسر واديله اسم اي حاجه از واقوم كاتب الجمله بتاعته. ده فين؟ ده في الديكلير عندي. يبقى انا بكتب كيرسر واسمه واز والايه جمله السيلكت اللي هو هيبني على اساسها او اللي هي تبقى الاكتف سيت بتاعته. كلام جميل قوي. يعني على سبيل المثال عمل ديكلير عمل كيرسر سماه ام بكيرسر از سيلكت الام بالنو والاي نيم فروم ام. يبقى الاكتف سيت بتاعتي بتجيب كل الام بالنو والاي نيم اللي جنب بعض. ده يعتبر ايه في كيرسر. وابدا فيما بعد هشوف هتعامل معاه ازاي. او على سبيل المثال كيرسر ثاني كيرسر وسماه ديبت اندرسكور كيرسر. ديبت اندرسكور كيرسر وقال لك از سيلكت استرسك فروم ديبت وير ان الديبت نوع 10. يبقى كده الاكتف سيت بتاعتي كل البيانات اللي موجوده في جدول الديبت بس بتاعت قسم 10 بتوع رقم القسم 10 بس. خلاص كده. يبقى عندي تو ايه تو كيرسرز. بالتالي تعريف الكيرسرز فيه مشكله. يبقى هو كلمه كيرسر واسمه واز والجمله اللي انا عايزها. الجمله اللي انا ايه اللي عايزها. بس خد بالك ده كله فين؟ بتكتب فين؟ في الديكلير فوق. خلاص كده بتكتب في الديكلير فوق. حلو قوي. اوبن بعمل خلاص كده عرفنا الفي عرفنا الديكلير. الاوبن بتعمل ازاي؟ الاوبن سهله جدا. بكتب اوبن واسم الكيرسر. بكتب ايه؟ اوبن واسم الكيرسر وبس. بس خد بالك الكيرسر في المرحله دي ما بيريترنش اي حاجه ولا بيرجعش اي حاجه. ده هو بس مجرد ان هو فتح الاكل. في الحقيقه هو جمله السيلكت اللي فوق اللي كانت مكتوبه دي ما كانش ليها اي لازمه خالص. لكن لما اجي بعمل اوبن هو بيروح بقى على الداتابيس فعلا يعمل جمله السيلكت فعلا ويرجع بياناته ويبقى عارف هو هيشتغل على ايه. دي الاوبن اصلا. دي مهمه مين؟ مهمه الاوبن. هو الاول ما كان الجمله من غير بيانات زي كده يعني ام بكيرسر اسمها سيلكت ام بالنو والاي نيم فروم ام مثلا. بس هو في الحقيقه لسه ولا راح شاف الام بالنو فيها بياناتها ايه ولا الاي نيم بياناتها ايه ولا فيهم بيانات ولا ما فيهمش بيانات ولسه ما عملش اي عمليات خالص. هو مجرد بس تعريف. او ما اقول له اوبن لا هيروح على الداتابيز ويشوف فيه بيانات ولا لا او يقدر كمان يجاوب لك ويقول لك الكرسور فيه بيانات ولا ما فيهوش. زي ما هنشوف كمان شويه نشوف ازاي نقدر نتعرف على الكرسور هو فيه بيانات ولا لا. عايزين نعرف الكرسور موجود في انهي رو. عايزين نتعرف الكرسور الى اخره. زي ما هنشوف كمان شويه. ما بقدرش احس بالكلام ده غير لما بعمل ايه؟ اوبن. لان اوبن هي اللي بتروح فعلا تاخد الجمله وتقوم ايه؟ موديها على الداتابيز وتخليها تسمع فيها. خلاص كده؟ دي الاوبن. طب الفيتش؟ فيتشنج اهم جمله في اهم جمله في الكرسور كله. ليه؟ بقول له فيتش اسم الكرسر. يعني طلع لي اسحب لي من الكرسر ده انتو ورص الفاريبلز. يعني اقول له انتو ايه مثلا؟ قايل له مثلا على سبيل المثال في المثال اللي فات ده البسيط ده انا لسه لغايه دلوقتي بدي المفاهيم بتاعته بس. جيت قلت سيلكت الام بي ان او والاي نيم. قلت سيلكت الام بي ان او والايه؟ والاي نيم. الام بي ان او والاي نيم اول فيتش بتطلع 1 رو او الفيرست رو صح كده ولا لا؟ حلو قوي. يبقى انا عندي متغير اسمه في اندرسكور مثلا ام بي ان او وعندي متغير ثاني اسمه في اندرسكور اي نيم مثلا. خلاص كده. افيتش واقوم حاطط جوه المتغير الاولاني وافيتش واحطه جوه المتغير الثاني. بعملها ازاي دي بقى؟ بعملها بالمنظر ده اهو. فيتش اسم الكرسر انتو وادي المتغير الاولاني كوما المتغير الايه؟ الثاني. طبعا النيم بتاعه طيب ايه؟ النيم طيب يعني هعرف عادي عادي. اه في
التعريف بتاعنا العادي زي ما احنا خدنا تعريف المتغيرات عادي. وبس انا بركز هنا على طول على الحته بتاعت الكرسر بشكل مباشر. خلاص كده طيب. فقلنا ايه؟ خلاص هنحط جوه متغير. في حاجه اسمها ريكورد نيم. احنا قلنا من شويه لما كنا قلنا المتغيرات دي ليها انواع. وانا ممكن يبقى متغير بس سكالر كده نوع خانه، وقلنا ممكن يكون في منه اللي هو زي الاري كده اللي هو كولوم، وفي منه اللي هو زي الاري برضو كده رو، وقلنا اللي قلنا فيه اللي هو تيبل صح لا. قلنا كل دي انواع متغير ممكن تتشال، مش بس متغير من النوع الخفيف ده النوع البسيط، في انواع تانية. فهو بيقول لي ممكن يكون عندك انت معرف متغير من النوع ريكورد. هوريه لكم ده عشان ده مهم جدا مع كيرسرز. ايه بقى المتغير من نوع ريكورد؟ المتغير واحد يشيل رو، كل خانه فيه من داتا تايب مختلفه. يعني على سبيل المثال الخانه الاولى الاي دي نوع هيبقى نمبر مثلا، الخانه الثانيه تبقى الاسم هيبقى مثلا فاريبل كاركتر، الخانه الثالثه هيبقى مثلا البيرث ديت هيبقى نوعه ديت. هو بقى بيشيل الري كده بس كل خانه فيها نوعها مختلف، كل خانه فيها نوعها ايه؟ نوعها مختلف. ده الريكورد، وده مهم جدا انه هياخد كل اللي جاي من الكرسر ومرميه جوه مين؟ جوه الريكورد على طول بشكل مباشر كقيمه واحده مباشر. خلاص كده؟ طيب احنا عرفنا ازاي نعمل فيتش، وعارفين ان بعد الفيتش البوينتر بيبقى واقف على مين؟ البوينتر بيبقى واقف على مين؟ على الرول اللي عليه الدور. وانا اقدر اشتغل على الفاريبلز اللي عندي ديت ان انا اقدر ايه اعمل عليها العمليات اللي انا عايزها. خلاص كده؟ طيب على سبيل المثال هو جاب نفس المثال فيتش الام بكيرسر انتو الفي ان او والفي اي والفي نيم. كده عملنا فيتش للكيرسر ده وكان شايل اثنين، عمل ايه؟ حط جوه المتغير الاولاني القيمه الاولى، وحط جوه المتغير الثاني العمود الايه؟ العمود الثاني. قول شفنا الفيتش كده، هيفيتش من الام بكيرسر ويحط جوه الام بالنو ويحط جوه الايه الايه الاي نيم. فيها مشكله كده؟ تعال بص معايا نقطه. قال لك ايه هنا؟ اهو اوبن ديفايند كيرسر. هنا بقى طريقه التعامل، احنا قلنا دايما بعد الفيتش بنعمل عمليات، بعد الفيتش بنعمل ايه؟ عمليات. العمليات دي بتتم على القيم اللي رجعت من اول رو او الرو اللي انا عملت له فيتش. لو جينا بصينا هنلاقي نقطه انا بادئ بكلمه لوب ونهايه بكلمه ايه؟ اند. خلاص لوب دي هتخليني اعمل ايه؟ كل مره الف. خلاص بشرط معين. هنا اقول له ايه بقى جوه اللوب؟ بقول له فيتش الكيرسر اللي انا معرفه انتو الفاريبلز اللي انا معرفها. انا بتكلم في المنظر العام. خلاص الاستراكشر العام بتاع الجمله دايما بتاعت الكيرسر بتبقى دايما منظرها بيبقى عامل كده. اقول له فيتش الكيرسر الفلاني وحطه جوه الحاجات الفلانيه. خلاص لازم اقول له بعدها اكزيت وين كذا. اكزيت وين كذا يعني بقول له اخرج لما مثلا الكيرسر يفضل، يخرج لما الكرسر يبقى ايه؟ يبقى امبتي. خلاص لما الكرسر يفضى اقول له ايه؟ خلاص اخرج ما تلفش بقى، خلاص كده احنا خلصنا. يبقى دايما بنمشي دايما فوق اللوب بعمل اوبن وابدا اللوب ومعمل فيتش، وبعد الفيتش اعمل ايه؟ اقول له اكزيت لو حصل كذا. خلاص وبعد كده اعمل ايه بقى؟ البروسيسنج بقى اللي انا عايز اعملها بقى، البيانات اللي رجعت دي عايز اعمل شيل ده احط ده اضرب ده شيل من ده الى اخره. خلاص كده يبقى العمليه بتتم بعدين. ده يعني يعتبر شكل العام للموضوع. يبقى انا كده خدنا الاوبن الديكلير خدناه فوق، وادي الاوبن بتتحط دايما قبل اللوب، ودايما بيبقى فيه لوب، وفيتش بتتحط اول سطر في اللوب دايما بفيتش اول لما اول ما ابدا او اعمل فيتش وابدا اشتغل، وبعد الفيتش دايما بشوف بقول له اكزيت وين كذا الحاله بتاعه الخروج. لو نسيتها يبقى عمره ما يقفل وهيبدا يطلع ايرورز وكده. خلاص وبعد ما اعمل اكزيت وين كذا يبقى بقدر اعمل العمليات بتاعت اللي انا ايه اللي انا عايزها. خلاص البروسيسنج اللي انا عايزها كده. فاضل لي مين في الكيرسر؟ الكلوز. الكلوز بقى اللي هي الاخيره خالص اللي هي حاله الكلوز. حاله الكلوز بقول كلوز واسم الكيرسر وبس، كلوز واسم الكيرسر وايه وبس. في اي مشكله دلوقتي؟ هو انا لو ما عملتش كلوز ايه اللي هيحصل؟ هيفضل في سيشن مفتوحه ما بين الابلكيشن بتاعك وما بين الداتابيز والبيانات موجوده. يعني تعتبر اونلاين. يعني اونلاين يعني كونكتد. كونكتد ده بيتكلف مكلفه جدا، مكلفه الابلكيشن جدا. تلاقي الدنيا بقى بطيئه والدنيا ده معظم التطبيقات بطيئه دايما بيبقوا دايما فاتحين حاجات ما بيقفلوهاش.
اه طبعا بيعملوا حاجات ما يفرقش خلاص كده في اي مشكله. حلو قوي، بس لسه انا ما قلتش كل المفاهيم اللي في الكرسر، عايز اتكلم شويه تاني قبل ما ابدا ناخد تمرين. يعني في حاجات في بروبرتيز او اتريبيوتس بيوفرها لي الكرسر عشان اقدر اعرف على سبيل المثال هو مفتوح ولا لسه مش مفتوح، طب هو فتح جاب كام رو، طب هو الحاجات دي ساعات بتبقى ايه مفيده جدا. تعال نبص على شويه اتريبيوتس اللي بيساعدنا فيها الايه الكرسر. لو انا قلت اسم الكرسر و100% قلت از اوبن يرجع لي يا ترو يا فولس. لو هو مفتوح فعلا دايما دايما بيبقى ساعات لما يكون يبقى كومبلكس شويه وفي شروط كتير، لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، لو كان الس كذا اف كذا مش عارف ايه، ساعات ببقى مش عارف الاخر هو كده قفل وانا قفلش، ما انا كنت مديله شرط فوق لو حصل كذا اعمل اقفل، لو كانش كذا افتح صح، فاجي في الاخر وعايز اقفل لو ما كانش قفل مبقاش عارف. فممكن ببساطه جدا اقول له از اوبن، لو رجعت لي ترو يبقى اللي حصل يبقى قفل، يبقى هو كده ايه مفتوح خلاص، يبقى انا اقدر اقول له كلوز يلا اقفل. لكن لو رجعت لي فولس خلاص مثلا ابقى انا عارف خلاص قفل، يبقى انا خلاص خلصت مهمتي شكرا. فهمنا الفكره؟ طبعا دي مهمه جدا. طيب 100% نوت فاوند، نوت فاوند لو اخر رو اخر فيتشايه ما رجعتش رو، لو اخر فيتش ما رجعتش بيانات 100% نوت فاوند ترجع لي ايه؟ ترو ما رجعتش بيانات. اما لو انا كنت بعمل فيتش ورجعت فعلا بيانات هتبقى طبعا 100% نوت فاوند ايه؟ فولس. لا ده فيه عكسها تماما فاوند، هما الاثنين واحد كان المفروض يعملوا واحده يعني ملهاش اي لازمه بصراحه، كان المفروض يعملوا واحده وكفايه على كده خلاص. 100% فاوند طبعا بترجع ترو لما يكون فيه وترجع فولس لما يكون مفيش خلاص كده. طيب يعني المفروض يبقى نوت وخلاص. رو كاونت 100% رو كاونت، رو كاونت مهمه بترجع لي عدد السجلات اللي هي الاكتف ست كلها اللي انا هشتغل عليها، دي ساعات بتبقى مهمه. نعم اللي اتعمل لها فيتش اللي هي لا ما اتعملهاش فيتش، ايوه اتعمل لها اوبن. تمام الاكتف ست بتعمل لها هي اللي بتبان في الاوبن الاكتف ست كلها، لكن الثانيه دي اللي هو الكيرسر بيقف على كارنت رو دي اللي بنسميها البوينتر. البوينتر ده لا البوينتر بيقف على سجل سجل، لكن لما بعمل اوبن بيروح بيرن الجمله فبيقدر يتعرف هو هيشتغل على كام رو. خلاص كده فيها مشكله الاتريبيوتس دي بالمره، الحته الصغيره دي نشوفها في مره نتعلم فيها حاجه مهمه جدا، جمله اف اللي جوه الايه اللي جوه البي ال اس كيو ال فاكزامبل. بالنسبه لي يعني في كذا حاجه انا عايزها. اول حاجه الام بكرسر بتاعي وقال لي 100% از ايه از اوبن خلاص كده. طبعا طب ما قاليش بيساوي ترو، وكان المفروض يقول لي بيساوي ترو. لو كان بيساوي ترو عارفين جمله اف البسيطه ولا مش عارفينها؟ جمله اف ان انا بقول لك سيبك من النوت دي خالص، سيبك من النوت دي خالص، اقول اف الام اندر سكور كيرسرز 100% از اوبن. لو كان اوبن زين اعمل الامر اللي مكتوبه فين بعد الاف خلاص، بعد الاف بعد الزين يعني وبعد كلمه زين كده الاوامر اللي هتشتغل اند اف وسيمي كولون دي يبقى انا خلاص جمله الاف انتهت. يبقى انا عندي شفنا جمله لوب من شويه وشفنا مين جمله شكل جمله من جمل مين اف اف نوت نوت بتعمل ايه؟ بتعكس اللي هو ايه يعني لو كان ترو يقول لك لا دي فولس، لو كان فولس يقول لك لا دي ترو، يعني لو كانت مفتوحه يقول لك لا مقفوله، لو كانت مقفوله يقول لك لا مفتوحه. يعني انت بتقول له ايه؟ اف ان الكرسور از اوبن، لو طلعت اوبن يقول لك لا ده مش اوبن، لو طلعت مقفوله يقول لك لا دي مفتوحه. يعكس الجمله بغرض ايه؟ لو هي از اوبن لا انا عايز اقول له ايه؟ لو هي مش اوبن بقت كده بقت مش يعني خلاص بقت كده معناها كده العكس ان انا عايز انفي صح ولا لا؟ بقى معناها ان هي اقول ايه؟ اللي رحت فين انا؟ بقول له لو هي مش اوبن بقت كده معناها هنط نوت بقى عكست، لو هي مش اوبن اعمل لها اوبن. فهمنا معناها كده؟ بقى معناها نوت بقول له لو اف يعني لو نوت الكيرسر ده از اوبن، لو الكيرسر ده مش مفتوح افتحه لي واند اف. فيها مشكله كده؟ دي استخدام ل 100% ل 100% ديت از اوبن او علامه في المئه او البرسنت دي از اوبن. وجمله اف شكلها عامل ازاي؟ اف وذن واند اف وسي في سيمي كولون بعد ايه؟ في الاند اف، لان اند اف لان جمله اف كلها تعتبر ستيتمنت، تعتبر جمله واحده، تعتبر جمله ايه؟
جمله واحده طبعا، واللوب بعد كده افيتش والكلام ده كله. طيب بص على المثال البسيط، المثال الجميل ده كيرسورز والريكوردز. احنا ما قلناش ريكوردز، ما قلناش ريكوردز، احنا قلنا فاريبلز العاديه، بس انا قلت لازم نعرف الريكوردز. خلاص كده. طيب بص معايا كده، هنلاقي ايه؟ انا عامل ديكلير كيرسور، الكيرسور ده سميته ام اندرسكور كيرسور از، عباره عن سيلكت الام بي ان او والاي نيم فروم ام. كيرسور بسيط خالص، هعرف متغير، بس خد بالك من المتغير بقى المره دي. عرفت متغير اسمه ام ريكورد، ام ايه؟ ام ريكورد. الام ريكورد ده قلت له انت هتروح على الام كيرسور اللي هو ده، خلاص 100% رو تايب. اخدنا 100% تايب، 100% تايب كنا بنستخدمها مع الايه؟ مع الكولومز، صح؟ لا خلاص المره دي لا، هنا عندك حاجه اسمها رو تايب. الرو تايب بتعمل ايه بقى؟ بتعمل حاجه طبعا فظيعه جدا، هي سهله جدا وصغيره في الكتابه، بس هي ليها شغل كبير. ريكورد تايب بقى ولا اللي هي ريكورد تايب؟ ليه ممكن اجي جاي مثلا قايل ايه؟ امبليز 100% رو تايب. اصبح الام ريكورد ده عباره عن رو كامل في الجدول، كل خانه فيه بتشيل حقل فاهمين الفكره ولا ايه؟ خلاص كل حقل فيه بيشيل ايه؟ بيشيل داتا تايب معينه، كل قيمه كل خليه بتشيل داتا تايب معينه على حسب اللي قبل الرو تايب، على حسب الحاجه اللي قبل الرو تايب. يعني انا مثلا قال لك ايه؟ رو 100% رو تايب من الام بي كيرسور. خلاص طب الكيرسور ده كان شايل ايه؟ ام بي نو ام واي نيم. اصبح دلوقتي عندك الام بي ريكورد عباره عن رو في خانتين، الخانه الاولى بنفس نوع بيانات الام بي نو، والخانه الثانيه بنفس نوع بيانات الاي نيم. لو كنت شلت كلمه ام اندرسكور كيرسور وكتبتها ام فيز، خلاص كانت هتبقى شكلها عامل ازاي بقى؟ الام بي اي دي والام بي نيم ومش عارف والسالري والبيرث ديت وكل الحاجات دي كلها، كانت هتبقى عباره عن رو كده كل خليه فيه بتماثل او تواجه او يعني تقابل حقل معين في الجدول. فهمنا الفكره؟ الله ده كلام جميل. يعني دوت يعني ده نقول ايه؟ نقول كومبلكس داتا تايب، او نوع مركب من كذا نوع جواه. خلاص طيب حلو قوي. وجينا هنا من اي بيجن، قال لك اوبن الام بي كيرسر، ماشي لو ماشي فاهمين الفكره، فيتش الام بي كيرسر انتو الام بي ريكورد. الله جميل، بدل ما كنت بمعرف مثلا عندي متغيرين، كنت ممكن اجي هنا قايل ايه؟ متغير الام بي نو في اندرسكور ام بي نو، وعندي متغير تاني في اندرسكور اي نيم، صح كده ولا لا؟ عندي تو فاريبل، صح ولا لا؟ مش معايا الناس، مش معايا. عندي كان هيبقى عندي تو فاريبلز بدل الريكورد ده، كنت هضطر اقول فيتش الام بي كيرسور انتو ومعامل المتغير الاولاني كوما المتغير التاني، مش كنا بنعمل كده؟ لا المره دي ما اختصرنا الحته دي، عندي ريكورد على طول، فاقول له هات من ده حط في ده وخلاص على كده. ايوه بس افترضنا عايز اوصل لقيمه معينه، عايز اوصل للقيمه الاولى ولا القيمه الثانيه ولا اتعمل ازاي جوه الريكورد؟ الري بس مش الري، المفهوم العام للري بتاعه البرمجه ان بيبقى هي مجموعه من الخلايا بس كلهم بيبقوا نوع واحد. الريكورد هنا مختلف، هي مجموعه من الخلايا وكل حاجه، بس كل خانه شايله نوع مختلف عن الثاني، هي دي اللقطه المختلفه. بس الري بس كل اليمنت جوه كل اليمنت في الاري بيشيل نوع بيانات مختلف عن الاليمنت التاني، خلاص كده، ومحدوده العدد، فطبعا مفهومها بقى اتغير خالص، ما بقتش اري مباشر. خلاص طيب فهنا ام بكرسر وحاطهم جوه الام بريكورد، قلت له اكزيت وين الام بكرسر 100% رو كاونت اكبر من 10، يبقى هيبطل اول لما عدد السجلات تبقى كام؟ اكبر من 10، او الام بي كيرسور 100% نوت فاوند او ملقاش، دول الشرطين بتوعي. يبقى عندي حالتين للايه؟ للانهاء، حالتين للانهاء، يبقى عدد السجلات اكبر من 10 او ما يلاقيش، يبقى خلص. اي واحده فيهم بتروح هتحقق، اي واحده فيهم بتروح خلاص كده الايه؟ البروجرام هيوقف خلاص كده. طيب بعد كده يعمل ايه؟ قال لك هعمل جمله انسيرت انتو جدول سماه تمب ليست، تمب جدول على جنب كده بس، حاط الام بي اي دي والام والاي نيم، بس انا عايز اجيب بقى الام بي اي دي من الريكورد واجيب الام نيم من الريكورد لوحديهم،
واخدين بالكم انا عايز اوصل ليه؟ الريكورد الاخير حته على بعضيها بلوك حته على بعضيها اوبجكت على بعضه عايز اقطع منه. قال لك فاليوز اروح على الام باندرسكور ريكورد بتاعنا اهو اللي هو اصلا عملنا فيه تشوز صبنا جواه البيانات دوت ام بي ان او كده يجيب بقى الام بي ان او للسجل بقى اول خانه مسجله جوه ريكورد ويحطها مكان الام باندرسكور ريكورد دوت النيم ياخد الخانه ايه ويحطها. طبعا في غلطه المفروض دوت الاي نيم الاي نيم بقى ما هو كان نوت الام بي ان او والاي نيم المفروض ده كانت تبقى ايه تبقى اي نيم خلاص يبقى ام باندرسكور ريكورد دوت اي نيم يبقى خدنا القيمه من دي وخدنا القيمه دي وعملنا لهم ايه انسر وفي الاخر اند ايه اند لو في الاخر اند ايه اند لوب طبعا دي نهايه الايه اللوب اللوب بتاعتها اهو كلمه لوب خلاص اند لوب كوميت عارف كوميت يعني كوميت سيف نهايه اه اللي هو بقى تعديل نهائي خلاص كده وفي الاخر عمل كلوز للام بي كيرسر وعمل ايه وعمل اند فيها مشكله كده فيها مشكله الكيرسر ده هو تقيل شويه انا عارف بس مش مشكله نسأل دي الدي دي ال داتا ديفينيشن لانجويج دي كوميتد من غير اي حاجه ما ينفعش ترول باك فيها ما ينفعش ترول باك ايه ترول باك فيها اما الانسيرت والابديت والديليت اللي هم الدي ام ال داتا مانيبيليشن لانجويج دول ممكن ان انا ايه ارول باك فيهم بعد ما اعمل انسيرت اقول له لا معلش ارجع بعد ما اعمل ابديت اقول له لا معلش مش عارف ايه كده خلاص فانا عملت كومنت انسيرت وقال لي وان رو انسيرتد وانا فرحت او افكتد وزميلي اللي في الاوضه الثانيه على الابلكيشن بتاعي مش على الابلكيشن بقى على الداتابيز عشان لو الابلكيشن هيبقى ليها وضع مختلف على الداتابيز قام عامل ايه جمله سيلكت على نفس التيبل مش هيحس بيا ولا بالانسيرت بتاعته ليه لان انا ما زلت ممكن اقول له لا 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 رول باك خلاص كده اما لو عملت كوميت خلاص سيف بشكل مباشر جوه الداتابيز اي حد بيقدر يسلكت على الجدول ده هيشوف الايه هيشوف التعديل ببرنامج ايه لا مش 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 بداتابيز نوعه ايه بتكلم برنامج ايه قصدك مثلا زي برنامج زي اللي انا عامله ده مثلا اللي هو الاكسبريس اديشن مثلا ولا مثلا على الداتابيز بتاعك كنت شغال عليها ولا على ايه تختلف اه تختلف الدي بي ام اس ده كتير طبعا لا مش بالدي بي ام اس ما تكلمش على الدي بي ام اس دي بي ام اس دي الكوميت كوميت والرول باك رول باك زي ما احنا شرحناها كده خلاص لكن انا بتكلم عليه على البرنامج البرنامج ممكن يكون فيه سيتنج انه بيعمل اوتو كوميت لما تعمل له كلوز حسب السيتنج في الـ في الاس كيو ال بتاعكم البرومبت دي هتلاقي كده خش كده من فوق كده في السيتنج باند هتلاقي ان في اوتو كوميت في الكلوز عشان كده لو قفلت بيسيب لوحده لكن في اللحظه انت قاعد فيها دي بقى هو بيدي امر الكوميت لوحده مش معنى كده ان الداتابيس بتقبل لوحديها لا هو هو البرنامج الاوتوماتيك بيرمي كلمه كوميت في الاخر وهو خارج يعني في حاجه في السيتنج انا مظبوط منها اه 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 خلاص ممكن برنامج زي بتاعنا يكون مظبوط غير كده مش عارف ظبطات البرامج احنا بنتكلم بشكل ايه عامل بتكشف الابلكيشن في كونكتد انفايرمنت او ديسكونكتد انفايرمنت حسب اللي يعيش ده مهمه جدا في الموضوع ده طبعا اه خلاص كده يعني انت لو بتبيع في ايتمز لا ما دي 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 قصه ثانيه دي قصه بقى بقول لك ايه اقول لك ايه طب كونكتد وديسكونكتد دي يعني موضوع لسه هنتكلم فيه بالتفصيل وليه اه لسه الموضوع ليه بالتفصيل فاحنا مش عايزين ايه نتدخل فيه دلوقتي خلاص بس انا كنت عايز برضو اديكم شويه حاجات في البي ال انا كتبت دي طلعت 10000 ايرور واضح ان الام ومش موجوده في الداتا بيس لا ده صلح خدنا شكل الاف البسيط وخدنا شكل اللوب لوب اللي هو في الاخر اند لوب دي لوب وفي الاخر اند لوب وبقول له وين كذا يطلع ليه دي اللي قدام عينينا دي اه اه دي جمله لوب دي جمله لف مفيش مشكله لوب وبقى في الاند لوب وفي النص بقول له اكزت وين كذا هي كده جمله اللوب دي شكل جمله اللوب جمله اللوب من غير اصلا كيرسر اهو لوب وفي الاخر اند لوب وهنا في النص بقول اكزت وين كذا يعني ممكن اعمل لوب انفذ فيه شويه عمليات اه اي حاجه مش لازم كيرسر خالص مش لازم بس فانا عايز اديكم شكل مشهور جدا من اشكال اللوبس اللي هي الفور شكل الفور واكثر استخداما فور لوب فور لوب اه طبعا فور لوب يا سلام يا سلام المهم فور خلاص ريكورد كذا ان الكيرسر كذا الريكورد احنا عارفين بيبقى عباره عن رو جوه الكيرسر ولا ايه
هترد عليا. الريكورد بيبقى عباره عن رو جوه الكرسر جوه الاكتف ست بتاعتي بس بقول له فور الريكورد دوت ان الكرسر ده لوب وفي الاخر اند لوب. بتشتغل ازاي بقى؟ الريكورد اندرسكور نيم ده بيجيت اول رو في الكرسر وتعمل الاوامر تخبط في اند لوب تطلع تاني فوق يفتش من الكرسر رو تاني ويحطه جوه مين؟ جوه الريكورد تاني وتعمل عمليات على الريكورد لف تاني فوق يوم واخد الايه الرول اللي بعديه في الكرسر ويحطه جوه الريكورد الريكورد اندرسكور نيم ويبدا يشتغل عليه وهكذا. هو يوصل ايه بقى؟ هو ده شكل مختلف عن اللي فات. هو هو بس بدل لوب وين واند لوب بقى عندنا فور كذا فور لوب واند لوب. هو هنا بقى يفضل ماشي على الريكورد على الريكورد لغايه لما الكرسور يبدا. اول ما الكرسور يبدا اوتوماتيك الفور تقف لوحده واحده من غير ما اقول لها اكزيت وين كذا ولا اي حاجه. ها وصلت الفكره بتاعت ده ولا لا؟ حد بعد الشر وصلت له؟ طب ايه يعني ايه 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 سؤال. طب ممكن نشوف على تمرين نشوف على تمرين بس من الوقت ما انت ممكن توصلك ممكن نشوف اللوب الاول والفلوب الاثنين مع بعض. ايه يعني شوف اللوب الاول وبعد كده شوف الفلوب. احنا جربنا اللوب وشوفنا عليه تمرين ما جربناهوش. ما جربناش في سؤال توارد توارد عشان مفيش وقت ان انا همشي يعني الروس هم اللي بعده ثم اللي بعده لان هم مجموعه على بعضيهم وانا عارف عددهم. الثانيه مش شرط اكون عارف العدد. ليه؟ انا بقول له اقفل لما يحصل كذا لكن ما قلتلوش عد من اول من اول المجموعه لغايه اخر المجموعه. هنا بالنسبه لي الفور بتمشي من اول الكيرسور من اول مجموعه اول ريكورد في الكيرسور لغايه اخر ايه اخر ريكورد على المجموعه كلها. لكن الثانيه كنت ممكن اقول له ايه اكزيت وين وادي له اي شرط اكزيت وين واي شرط. الثانيه ماشيه بشرط دي مش ماشيه بشرط يعني دي ماشيه على المجموعه كلها. الثانيه بقى لو حطيتهاش اكزيت هتبقى كذا هتبقى ايه بقى انفينيتي على هيبقى يبقى لا طب بص حوالين نفسه ومش تاني هيبقى لغايه ما الجهاز يهنج بالظبط هيبقى يعني هيمر كده لغايه ما الجهاز يقف خلاص. لا بس انت راجل طيب خلاص الناس هتضحك على الموبايل تمام كده فيها مشكله خلاص كده ولا ايه؟ محدش بيرد عليه. طب ستيتمنت 1 و 2 اي اوامر اقصد بيها اوامر 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 هينفذ بقى الاوامر دي كلها كلها كله مع كل لفه يعني احنا اول ريكورد نفس عليه 1 2 3 4 يوصل لان دي يقدر تطلع فوق ياخد الريكورد الثاني بالظبط تمام كده وصلتك قوي انت كده ها والباقي تمام. اشوف نفس التمرين اللي فات بس مع الفور بس نبص عليه بصايه او تمرين مختلف بس مع الفور اي تمرين بس مع الفور كده بس. Declare cursor اسمه امب كيرسور از وسلكت الامب نيم والديبت النوع فروم امب في مشكله عادي كيرسور عادي بيجن فور الامب ريكورد امب ريكورد مش متعرف حد شافه خلاص ان الامب كيرسور ولوب وتحت عندي هنا اند ايه اند لوب اهي قبل الاخير انا انتم مش شايفين الماوس اللي هو تحت هنا خلاص عندي اند ايه؟ اند لوب خلاص كده وفوق هنا فور الامب ريكورد اللي هو مش متعرف اصلا ان الامب كيرسر لوب لف خلاص هيبدا يعمل ايه؟ في بقى ميزه جامده جدا جدا مع الموضوع ده بس انتوا مش هتحسوا بيها دلوقتي. المهم يعني هقولها لكم ايه هي؟ اولا الامب ريكورد اتعرف اوتوماتيك امبليسيت هو عرفه اتعرف لوحده ليه؟ لان لازم الامب ريكورد يبقى يشيل اول فيتشايه جايه من مين؟ من الامب كيرسر. طب سؤال تاني طب وفين الفيتش؟ الله الفيتش تمت لوحديها من غير امر ليها. خد بالك عشان الحته دي مهمه جدا كده هو بيفيتش اول رو من الكيرسر ويحطه جوه مين؟ جوه الامب ريكورد على طول اللي هو اوتوماتيك عرفه على حسب البيانات اللي راجعه اللي هو اوتوماتيك عرفه كمان حسب البيانات اللي ايه؟ الراجع يبقى هو implicit open و implicit feature. لا داش داش دي يعني كومنت بقى كده معناه ايه؟ ان هو اتعمل له open لوحده اوتوماتيك واتعمل له feature للرو لوحده. واقدر دلوقتي اقول له اف الامب ريكورد دوت ديبت النو لو كان بيساوي 30 يعمل كذا. فاكرين السؤال اللي اديتكم من شويه؟ else if else if تكتب اي ال اي اي ال اس اي ال اس اي اف على بعضيها else if
else من غير اي ناقصه اي خلاص المفروض اس اي ال اس اي اف لا هي اي ال اس اي اف خلاص كده إلس إف ومايل وزن إم بريكورد دوت الإم ديبت إن هو بيساوي 40 يعمل كذا لو كان بيساوي آخر خلاص كده أهو لو كانت 30 هتطبع لي كلمة إمبلوي واسمه وجنبيه وركس إن سيلز ديبارتمنت خلاص كده فيها مشكلة يعني مجرد بس طباع مجرد بس إيه طباع لكن اللي يهمني قوي طبعا أنا قلت إند لوب الإند لوب أوتوماتيك إمبليسيت كلوز لمين لكيرسر برضو انا حاسب برضو خد بالك هنا جمله الفور ريحتني جدا 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 عن امر الاوبن وامر الفيتش وامر ال وامر لا وامر اللي تشيك على الامبتي ولا لا الهم من الكلوز مش قلت الاول بتاكد هو امبتي ولا لا هل هو 100% نوت فاوند ولا لا واشوف صح ولا لا كل الكلام ده وفرته لي خالص بجمله مين بجمله الفور احنا لو جينا بقى نطبق واحد كده فكره بسيطه جدا يعني جيت قمت قايل مثلا عايزين نعمل نفكر الفكره الاول مثلا اكريت تيبل الاول وده هو مثال وحيد خلاص كريت تيبل واسميه مثلا هيس سيل الهيستوري بتاع مين بتاع المرتبات خلاص كده واجي هنا هقول له والله احنا عندنا اتخدتوا السيكونس اه ما يحصل اي حاجه ارمي فيه اه خدتوا السيكونس ولا خدتوا السيكونس ما بتردوش عليا خدتوه اوكي هو جاي هنا قايل له ايه عندي حقل اسمه امب ان او وده نمبر على ما اعرفش 4-5 خانات وخلاص انا مش فاكر طبعا الوصف الاساسي واقول له ده برايمري كي خلاص كده والمرتب خلاص المرتب بتاعه وده نمبر 7.2 5 خانات ماشي وممكن نقول الاسم بقى والتاريخ مثلا التاريخ والتاريخ اللي هو بدا يشتغل فيه بالمرتب ده يعني والتاريخ هنقول مثلا ايه البي ديت مش البيرس ديت اقصد البيجن ديت او خلاص وده نوعه ايه ديت خلاص ام بي ان او والسال والبي ديت بدا امتى العمل بالطريق بالمرتب او بال بالمرتب ده وعملنا ايه رن قال لي تيبل كريتد مفيش مشكله ام بي ان او سال وبي ديت خلاص كده حلو قلت انسيرت معلش انا عايز بس ايه تتابعوا معايا المثال ده سيرت انتو اللي اسمه سميناه ايه اس اندرسكور سال وقلت له موظف رقم 100 انا فاكر طبعا رقم 100 ده كان بيقبض 24000 ولا حاجه خلاص فهقول له انسرت هو مش 4 هو كان بيقبض ده هنقول 20000 ده عديها بقى يعني زمان خلاص عشان انا عايز البرنامج بتاعي يجي يقارن لو رأى يعني مرتبه هنا اختلف عن مرتبه الجديد يقول ده مرتب جديد فياخدوا المرتب الجديد ويضيفوا له يقول ده بدأ بتاريخ كذا كان بيعمل كذا مش كمان كده البرايمري كي هيتكرر خلاص مش مهم مش مهم نخليها بس يحتفظ باخر مرتب ويقول لي بدا يشتغل بيه من امتى بدا يشتغل بيه من امتى مثلا يعني انا بدي مثال كده يعني ارتجالي شويه مش مشكله معلش فقمت قال لي نوت ايه والتاريخ مثلا 2000 حلو كده عملنا رن انسرت انتو كذا values عملنا رن طبعا قال المانث مش مشكله ليه طبعا هو عايز المانث ايه مثلا كده عايزه 3 حروف من السنه قال لي 1 رو ايه
انسر طبعا عشان انا معلم على كلمه اوتو كوميت فاوتوماتيك بيكوميت خد بالك بقى خلاص طيب فكده في جمله بتاعت واحد بس المهم كل ده ما عندنا منه في جدول عندنا وفي في بيانات بتاعت واحد بس صح كده انا عايز اقول ايه بقى عايز اعمل ديكلير خلاص اعرف كيرسر اعرفه ازاي كيرسر واسميه مثلا ايه محدش فاكر ولا ايه هنعمله بقى ونشوف برضو هنختاره نعمله بفور ولا نعمله ب زي ما احنا حابين يعني خلاص اسميه مثلا سال اندرسكور كيرسر عملت الدكتور إيز اشتغل تمام اه التمبلست جاب لي 10 طيب تمام اهو قلت له ايه كيرسر سميته سال كيرسر إيز قلت له سيلكت سيلكت بقى اللي احنا عايزين نعمله عايز سيلكت ايه الاخر الام الام بلي اندرسكور اي دي وي السالري بس هو انا بلعب على الاثنين دول خلاص نعم في الديت ده عندي هناك كل مره بابديته يعني بقول هو تعدل امتى بس مش اكتر خلاص كده خلاص ده الكريسر بتاعي وعايز اعرف ايه ريكورد ولا اشتغل بالفور خلينا اشتغل بالفور خلينا اشتغل بالفور خلاص ومتعمل هنا ايه بيجن وهنا ايه اند خلاص كده وقوم جاي هنا قايل فور سال اندرسكور ريك خلاص الريكورد بتاعي ان موجود في الكرسور بتاعي الكرسور بتاعك كنا مسمينه ايه لكن عرفت ريكورد اه يتعرف انت ليست سال كيرسر سال بس خدت الداتا تايب بتاعته من الجمله اللي راجعه مش هو كده مش سال من السال كيرسر ده هيرجع ام باي دي وسالري خلاص هو عرف نفسه ان هو خانتين واحده للام باي دي وواحده للسال تمام على طول عرفها كده خلاص في شرب بالعربي لا في سي شرب معاك ربنا مفيش الاختصار ده لا مفيش الاختصار ده خلاص متمكن خلاص وبعمل هنا لوب وفي الاخر بقفل الباند ايه بقفل الباند اند لوب خلاص اند خلاص كده خلاص سرك كده الدنيا بقت سهله جدا سرك ده شايل كل البيانات اللي رجعت لي من مين من الكيرسر وبيعمل كلوز وبيعمل اوبن امبليسيت وبيعمل فيتش امبليسيت وبيعمل كلوز امبليسيت وبيتشيك اذا كان امبتي امبليسيت يعني العمليه بقى كلها لا هو كده مش هيعمل كلوز هيعمل كلوز ليه هيعمل كلوز او يقعد في اند لوب بيعمل كلوز لوحده يعني هو كمان يعني هو هيوصل امتى للسطر بتاع اند لوب امتى هينزل واخد بالك هو كل مره بيجي لما لا لما الكيرسور يفضل لما 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 الكوليكشن بتاعه الكيرسور تفضل يعني أيوة مجموعه يعني الروز تخلص لما الكيرسور يرجع لي امتى ايوه بس اوتوماتيك انا اقدر احدد له شرط دلوقتي اخليه 10 لا مش فور بقى لا بالفور بقى تقول ايه شرط زياده اكزيت وين وقايل له لما يكون كذا أيوة. خلاص فكده اكزيت دي بتهرب بره اللوب فدي حاجه ثانيه خلاص كده طيب كل اللي انا عايز اعمله عايز اجيب بيانات نفس رقم الموظف اللي في جدول الام او الامبلويز اروح اشوفه في الجدول بتاع الهيستوري بتاعي خلاص لما الاقي الاثنين جنب بعض او جايب السالري بتاع ده وجايب السالري بتاع ايه بتاع ده لو لقيتهم زي بعض يبقى مفيش تعديل اركن فين اللقطه لو لقيتهم مختلفين اقوم حاطط التاريخ الجديد والرقم الجديد بقول ده بدا من تاريخ كذا بيستخدمه حد لقط الفكره البسيطه اللي انا عايز اعملها خلاص كده كلام جميل قوم جاي هنا هاجي نقطه اقول له ايه الله ده انا عايز اعمل سيلكتتين خلاص الاولانيه او سيلكتها واحده ما خلاص ما الريكورد بيجيب لي ايه بيجيب لي الامبلوي اي دي عايز اقارن الامبلوي اي دي ده بمين الحقل كان انا مش فاكر الحقل كان اسمه ايه ام بي نو ولا مسمينه ايه لا الجدول اللي احنا عملناه ام بي نو اهو صح طيب فانا هقول له ايه سيلكت
بالك بقى جملة اللي بيقولوا لك تشتغل مع كل سجل. عايز افهمك الفكره يعني مع كل سجل هيعمل ايه سيلكت. السال تقريبا كان اسمه السال على ما اتذكر فروم الهيستوري اللي اسمه ايه هيست سال. هيست سال صح كده بشرط انا كنت هقول على سطر واحد وير وير ايه وير ان الام ان او يكون بيساوي ها الريكورد ده شال اول واحد صح. انا عايز اجيب الرقم بتاعه كان ايه هو ده اللي انا عايز اجيب بياناته من جدول مين احدد له الهيستوري بتاعه فاقول له سال هيجي من سال ريكورد دوت سال ريكورد دوت سال امبلي امبلي ده الامبلي نمبر ده الوير اي دي سيمي كولن. حلو قوي كده بقى معناها ايه بقى الحته اللي عملناها دي بيجيب لي المرتب من جدول الهيستوريكال بتاعه خلاص بشرط ان رقم الموظف لازم يكون نفس رقم الموظف اللي انا عايز اجيب له فيتش دلوقتي. طب جبناه الله طب ما انا عايز يعني اخلي المرتب ده معايا عشان اقارنه يبقى انا عايز متغير يشيل الايه يشيل المرتب اللي رجع ده عشان بعد كده ابقى اقارنه بالمرتب اللي ايه بتاع الموظف. هل زي بعض؟ لو زي بعض يبقى خلاص مفيش تعديلات. لو مش زي بعض يبقى ده في بيانات جديده يبقى انا عايز اعدل التاريخ. تمام الفكره كده. فانا اقول له ايه يبقى انا عايز اعرف متغير فوق هنا قبل بيجن في ديكلير ولا مش مع الناس اعرف او معايا له ايه عايز اعرف بس متغير اسمه v underscore سال ودوت هيبقى نوع نمبر كفايه خلاص كده. يبقى انا هقول له سيلكت السال ها محدش معايا انتو فاكرين انتو ولا نسيتوا انتو ال v underscore ايه سال فروم الهيستوري بتاع مين بتاع السال وير ان الام بي نو بيساوي سال ريكورد دوت امبلوي اي دي. لقطت اللعب اللي احنا بنعمله ده العك ده بنلقط ولا ما مهم جدا ان انا بقى احنا بنعمله ده يعني كل ده بيلخص كل اللي احنا عاملين ايه نتكلم فيه. خلاص ماشي سيلكت السال لو مش شايفين هنا كويس وبعدين نبقى نرميها يعني بس عشان نبقى شايفينها افضل يعني. تمام كده يبقى ايه الفور وانا سيلكت السال انتو الفي سال صح فروم الهي السال وير ان الام بنو بيساوي السال ريكورد دوت ام باي دي. حلو قوي ده هيجيب لي الايه المتغير بتاع السال والفي سال دوت شال القيمه بتاعه المرتب اللي جه عايز اقارنها بالقيمه بتاعه اللي موجوده في الريكورد. الريكورد ده بيعدي على واحد واحد عايز اقارن بقى اول واحد انا جبت السالري بتاعه اللي متخزن عندي في الجدول الثاني عايز اقارنهم ببعض. يستاهل ترى السالري اللي في الهيستوري زي السالري الاساسي لو زي بعض مش هعمل حاجه. طب لو مش زي بعض اعمل ابديت. طب لو مش موجود انسيرت. شفت بقى العمليات جت معاك ازاي لقيت نفسك واخد اكتر من طريق كده. الاستيتمنت جه بقى ايه سنت جه لي ايه اللي هي جايه السنت جه هو بقى هنيجي نقول ايه والله اف اف ان ايه اللي حصل قلت له اف ان ان السال اندرسكور ريك دوت الامبلوي اندرسكور اي دي معلش اسف دوت السال احنا بنقارن على السال على طول وخلاص احنا متاكدين لو السالري طلع بيساوي الفي اندرسكور سال مش هعمل حاجه. امال انا عايز امتى لما يكونوا مش بيساووا بعض صح كده then يبقى اف لو السالري اللي جاي ما كانش زي السالري اللي متسجل عندي يبقى حصلت مشكله يبقى عايز اعمل ابديت. يبقى عايز اعمل ايه ابديت معايا الناس كده ولا ايه ولا الكود هيطول شويه بس معلش خلاص قفلتها هنا ايه دي دي لا يساوي هو مش عارف ليه يعني مش عارف بصراحه مش عارفين يعملوها كده زي بقيه الناس المفروض تتعمل كده هم عاملينها كده عاملينها عكس بعض كده خلاص. طيب then ايه اللي هيحصل بقى قلت له والله دي كده بقى فيها ابديت لو في الحاله دي انا هعمل ايه هعمل ابديت. طب ايه هعمل ابديت ازاي هقول له ابديت الجدول اللي اسمه اس
اندرسكور سيت. سيت هتخلي تخلي حقل ايه؟ حقل سيل هيبقى بيساوي اللي جاي الجديد اللي هو من السال ريكورد دوت سالري، صح كده ولا ايه؟ بس لا مش بس ودي اللي كان اسمه ايه؟ بي ديت. بي ديت اللي هو البيجن ديت صح؟ البي ديت مفيش اجريجيشن فانكشن في طلال تاريخ النهارده على طول. اهو سيس ديت لا بديل ناو في السيستم ديت بديل ناو في الاكسس هيجيب لك تاريخ الجهاز دلوقتي. بس كان ناو مش مشكله معلش خلاص سيس ديت ده كده ايه؟ يجيب التاريخ بتاع النهارده ويحط. حلو قوي. ايه تاني؟ بس خلاص التعديلات دي بس بشرط مش لكل الناس عشان يخرب لك الداتابيس كلها. لا للرقم الموظف ده بس. ده رقم الموظف ده ايه ولا ايه؟ وير ان الام ان هو يكون بيساوي برضو هيجي من الريك من السال ريك دوت دوت الامبلي اي دي. ده في حاله ان ده ما يطلعش زي ده يبقى هياخد التاريخ الجديد والمرتب الجديد ويخليهم للموظف، صح كده؟ يعني يقول هيقول لي بدأت بيهم امتى وفي نفس الوقت المرتب الجديد ايه؟ هيقول له حلو. طيب افترضنا انه مش موجود او نخليها لغايه هنا بس لما قررنا هنا هنا مش طب هو لو طلعوا زي بعض مش هيعمل حاجه مش هيعمل حاجه خالص، صح كده؟ لكن لو ما لقاش هيحط يسجلها دي حاجه ثانيه خالص. لو ما لقاش هيعمل دروب لو ما لقاش هيعمل دروب هيعمل لو ما لقاش دي هتبقى حاجه ثانيه خالص هيضرب منك هيطلعك ايرور هو هندل مش هيعمل دروب ايه هو هندل الاكسبشن انا هندله بقى بس كده ممكن اسال سؤال نقول لو انا سبته على الوضع ده مش هيعمل دروب لو انت سبته عليه على الوضع ده وما لقاش اصلا هيضرب ما هيضرب لان عندك المتغير اللي اسمه في سيل هيتحط جوه قيمه منين ما هو انت لو جيت بصيت كده اهو سيلكت السيل انتو الفي سيل ما لقاش اصلا سيل ولا انتو في سيل ولا اي حاجه هيعمل ايه هيضرب صح كده هيعمل ايه هيضرب طب احنا لو عايزين نصلح الايرور ده الايرور ده مشهور على فكره يعني مش من الايرورات اللي هي الغريبه ولا حاجه ده ايرور مشهور اسمه نو ديتا فاوند نو ديتا فاوند لما كنا اتكلمنا عنه خالص كنا قلنا حاجه اسمها نو ديتا فاوند ودي لما بتحصل لما ما يكونش فيه ايه مفيش بيانات جت طيب ماشي بالمره عشان يبقى خلصنا خالص انا مش محتاج غير برد بس شكل اكسبشن البسيط شكل اكسبشن البسيط خالص المهم ان انا عندي اف دي احنا نسينا نقفلها باند اند اف في الاخر صح كده يبقى لو حصل ان اي حاجه من الحاجات دي هيحصل هيتم هنا ده كده ممكن نهندله بالشكل البسيط ده كده هم هنا كاتب اكسبشن فاكرين الكلام ده ولا ايه مش ده كان اتفقنا في الاساس ان في بيجن وبعد كده في اكسبشن صح هم جاي قال له ايه وين نو ديتا مش لازم اكتبها بالرقم فاوند لا ما هو ده ايرور من الايرورز المشهوره ايرور من الايرورز المشهوره اللي هي ليها عنوان يمثلها خلاص طبعا في انواع للاكسبشنز والكلام ده انا ما دخلتش في التفصيل ده خالص لكن احنا بنقول ان في اخطاء مشهوره زي نود داتا فاوند ده مشهور اقول له وين نود داتا فاوند زين اعمل ايه اقول له اعمل اللي انت اللي انا عايزه فممكن اقول له مثلا على سبيل المثال اعمل انسرت ممكن اقول له انسرت انتو الاس اندرسكور سيل وفاليوز وافتح قوس الام بي ان هو هيجي منين قلت له من الريكورد الاسم او السال اندرسكور ريكورد سال اندرسكور ريك صح دوت امبلي اي دي اندرسكور اي دي تمام والسال بتاعه معايا كده ولا لا خلاص كوما وبعدين عايزين السالري صح بقول له برده من السال ريك دوت السال دوت السالري
سيل ولا سلاري؟ سلاري هو الجدول الاصلي. خلاص كوما ها وكده سيس ديت. سيس ديت برضه هنضيف السيس ديت برضه وسيمي كولون. يبقى احنا شفنا بس نوع من انواع الاكسبشنز البسيطه. لو حصل اي خطا هنا هيحصل امتى الخطا ده؟ مفيش اند للاكسبشن ولا حاجه؟ مفيش. لا هو بس خلاص هي دي الجزء بتاع الاكسبشن ده الجزء الاند دي اند للبلوك كله خلاص. وين ان الداتا فاوند هيعمل جمله انسيرت فيها مشكله ديت. نجرب الجمله بقى اللي احنا عملناها دي. هتضرب هنشوف بقى هنعمل. طبعا لازم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في عندي احساس كده ان هو هيبدا كده. لا مش لا في حته برضه مش واخدين بالكم. المهم لما اجي اعمل رن ده احلى حاجه ده كيرسر اسمه سال اندرسكور كيرسر از سيلكت الامبلوي اي دي والسالري فروم امبلويز. هو ضارب عند ايه تعريف الكيرسر هنا بيقول لي لاين 20 20 ل 20 كولوم نوت الاود هير. يبقى احنا كاتبين اسم حق غلط ولا ايه؟ شايفين 19 شايفين الايرور؟ يبقى كده اكيد في غلطه في الايه؟ هقول له ديسكريبشن لجدول امبلي او الامبلي صح كده؟ عشان اشوف بس احنا عندنا احنا كل شغالين على امبلي اي دي والسالري صح؟ هاي امبلوي اندرسكور اي دي مظبوطه والسالري سالري حلوه ديسك الهس امب نو سال وبي ديت مظبوطه. نجيب بسرعة كان الأول ديكلير كيرسر سال كيرسر is select employee underscore id. احنا متوقعنا دلوقتي ان الاحجام بتاعت السالري اكبر في الاساسي والامب اي دي اكبر في الاساسي فمضطر رايح اعدل الجدول بتاعه عشان يقبل الجمله. يمكن يكون هو ده الغلطه يعني. فقلت له الالتر تيبل هيس سال موديفاي كولوم ومعايا اسمه اسم الكولوم ايه؟ امب نمبر صح امب نو عايزين نخليه نمبر على 8 صح كده. بس هبدا بس كده وكمان الثاني ثواني هو واحد واحد لا لا كده واللي ميسنج كي وورد في مشكله الشرط موديفاي قال لي تيبل التر التر تيبل هي سال موديفاي الامب نو خليه نمبر على 8 خلاص كده. واقول له برده موديفاي السال خليه نمبر على كام؟ 8.2 زي ما كانوا عاملينه بالظبط صح كده. واعمل ايه؟ رن. نجرب خلاص. بقى اللي فوق على طول نجرب بقى الجمله بتاعتنا على طول كده بشكل مباشر رن. بس انت شيل بقى اللي تحت بقى ايه اللي تحت مسحت الالتر شلت على فكره هو ايرور لا والله هو هو كل النوت الاود هير الحاجات دي اصلا معتاده بنهزر. احنا عملنا غلطه فظيعه يعني غلطه تخالف المنطق اللي احنا عمالين نشرح فيه. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان لو حصل اي خطا هيطلع بره مين؟ بره الجزء ده ويروح للجزء اللي اسمه ايه؟ اكسبشن. طالما خرج بره الجزء ده يبقى خرج بره اللوب. طالما خرج بره اللوب يبقى عمل يبقى عمل كلوز. طالما عمل كلوز يبقى ازاي اجيب منه بيانات؟ وغير كده وكده حاجه كمان انتهت مننا ايه هي؟ لو جيت بصيت هنا في الفور بتاعتك هنا السرج اصلا متعرب جوه الفور صح؟ ما يتشافش غير جوه الفور. يعني الاكسبشن ده حطه جوه الفور يعني ما ينفعش الاكسبشن تحت.
يا اما بقى تعمل متغيرات لما تعرفه فوق لوحده وبعد كده تقدر تستخدمه عشان يقدر يتشاف. يعني ثواني هو انا دلوقتي انا عامل اف وزين مش اس اف ومرفوع عادي عادي كل حاجه عادي بس خد بالك في كذا غلطه. اول غلطه ان السير ريكورد متعرف جوه الفور ما يتشافش غير جوه الفور لان بقى هضطر اعرفه فوق في الديكلير واقدر استخدمه بره. دي اول غلطه. غلطه اثنين ان حصل خطا فاحنا اتنقلنا على مين؟ على الجزء بتاع الاكسبشن. لما اتنقلنا على الجزء بتاع الاكسبشن طلعنا بره الفور وطلعنا بره الفور الكرسور اتعمل له كلوز فاتقفل فاتقفل فانتهى على كده. خدتوا بالكم من اللقطه دي؟ ففي الحالتين يا اما اتقفل فكده مش هنعرف نعمل جمله انسيرت لان ما فيهوش اصلا بيانات يا اما احنا مش شايفين المتغير فبرضه مش هنقدر ايه نستخدمه. في الحالتين مش هنعرف نعمل مين؟ مش هنعرف نعمل انسيرت. طبعا ليها حلول يعني ممكن اعرفهم متغيرات وفي حاله الايرور احطه جوه المتغيرات ولما يضرب او منقل تحت ففي حلول يعني. لكن انا كنت اقصد بس الفكره بتاعتنا ان احنا نقول لو نو داتا فاوند هقول له نو داتا فاوند. او ممكن على فكره ممكن اعمل بقى بروسيجر لو انا مش عامل جمله مش عايز اشتغل هنا بروسيجر وهنا اقوم باعت له ليه او منادي البروسيجر فياخد البيان ويحطه جوه ليه جوه الداتابيز. فهمنا الفكره؟ فممكن تتوسع بس احنا بس يعني كنا بنبص بصايه كده على الكيرسور وناخد معاه اف ومعاه لوب مثال بس فيه كيرسور ومعاه اف ومعاه ايه بروسيجر بيعمل النيم والسام. اه عادي ياخدهم ويروح يرميهم جوه بس يحطهم تاني بالظبط ويبقى دي النيو بقى خلاص. وليه ما طلعليش المسج؟ لا طلعها اهو نو داتا فاوند مثلا فين ان الهس سال على فكره ان هو عمل رن خلاص كده. لو عملنا رن قال نو داتا فاوند ان هس سال بس قال لي وان رو ابديتد اللي هو مين بقى اللي هو رقم 100 هيخليه كام 24000 ويديله التاريخ بتاع ايه كنا ظبطينه على 2000 ظبطينه على سنه 2000 نجربها بس. لو جينا قلنا سيلكت قلت زعل نفسي هو فعلا بقى 24000 وغير التاريخ. انا كنت بديكم مش عايز اديكم اكسبشنز بالتفصيل ليه لان انا دايما في الابلكيشن بتاعي بيبقى الاكسبشنز بهدلها بيزد على الابلكيشن فمش عايز اخش في الاكسبشنز قوي بس مجرد ان احنا في اكسبشن هنا. لكن انا اصلا ليا شغل اصلا لوحدي في الايه في الاكسبشن اللي هتبقى على الابلكيشن بالسي شارب يعني لو احنا هنكمل بالسي شارب.